عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول يا أحباب، من المعاني المهمة قوي، خاصة بعد ما كل يوم بنفقد حد من أحبابنا أو من قيادتنا أو من أساتذتنا، أو الإنسان يفقد والده أو والدته، في معنى مهم قوي يجب أن احنا نعيشه بشكل عملي. هي فكرة أن الواحد قلبه ما يتعلقش بشخص، قلبه دايما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، وقلبه يتعلق بعقيدته وفكرته اللي عاش ليها. لان الواحد لو اتعلق بشخص، الشخص ده ممكن يموت في لحظه. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فالانسان يجب انه قلبه يتعلق بربنا سبحانه وتعالى، وقلبه يتعلق بالفكرة اللي هو مؤمن بيها، ما يتعلقش قلبه بإنسان أبدا. لأن تعلق القلب بإنسان بيحدث حالة من حالات الألم في القلب عجيبة لما يفقد هذا الإنسان أو يبتعد عنه لأي سبب من الأسباب. لذلك من الأمور المهمة للإنسان قلبه يتعلق بربنا سبحانه وتعالى، يتعلق بفكرته اللي هو عايش ليها، وما يتعلقش بأشخاص. أسأل الله عز وجل أن ربنا يبارك يا رب في الجميع، ويعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى فقط. اللهم آمين.